السلام عليكم شباب، ورجعت لكم بحلقة جديدة. وطبعا تذكروا قبل 7 شهور لعبنا لعبة Getting Over It، انا سميتها لعبة ابو فلة. اللعبة هذه شباب تشبهها بس بمنظور مختلف وافضل، ثلاثية الابعاد وفيها الوان وحركات. اذكر سنة من السنين شباب قريت كتاب اسمه الصعود الى القمة. اليوم راح نلعب لعبة الصعود الى القمة يا شباب، بس قبل لا نبدأ لا تنسوا تتأكدوا انكم فعلين جرس التنبيهات لاني انزل مقاطع كل يوم، وتدعس لايك في هذا المقطع وتنشره لاصحابك وتكتب تعليق حلو طبعا. وليتس جو اونلي اب. طالعوا كيف؟ او ماي جاد. اروح وين؟ قدام. اول شيء هناك القلعة. The unknown is frightening. Well, المجهول مخيف. وخلينا نروح فوق ونشوف ماذا يخبئ لنا هذا المكان. اكيد في حاجه غريبه. ممكن اشوف وجهش؟ هذه بنت. اشاره كوره. وات، اختفت الكوره شباب. ليش هذا الولد كانه تمثال؟ شيء غريب. الشخصيات ثابته. واو 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 واو، والله يسرع. اوه اخذت. لا شكلها نروح الفضاء صحيح، لان اخذت زي الخوذه. ممكن اشوف وجهك؟ كيف اقدر اشوف وجهك؟ كاميرا غريبة شباب. اوه الكابوس حليو، بس انا راح اخذ الفضاء، بركب الفضاء انا. انا حسيت ان فيها فضاء. عشان نصعد فوق 100% لازم نروح قدام شباب القلعة اللي هناك. بسرعة. الساعة الان 8:10. تسع بطف اللعبة. مشكلة هذه اللعبة يا شباب تدروا ايش هي؟ ان ما فيها تخزين، اذا تطيح تكمل في المكان اللي انت طحت منه. وإذا أطفي اللعبة خلاص تعيد من جديد. وش قاعد يسوي ده يلعب؟ هاي والله الكاركترات حلوة يعني اللي حاطينها. ما في شيء يتحرك بس إنه أوكي. حلو حلو. أصعد أصعد يا حبيبي. وين في واحد يعزف هنا؟ والله اللعبة متعوب عليها شباب، بس إن الفكرة بس كانهم صور بس حلوة، لكن الحركة عجبتني. ايوه زقزقت العصافير، انهم يزقزقون جيدا. طيب اتوقع ادخل دي الفتحة الان، بس مو راضي. مو راضي يا مركبة الفضاء. لازم اطلع دي الجهة، لان هذه الجهة هي اللي بتوصلني الى هناك وبعدين اركب فوق. هو الطريق الوحيد يعني، لان ما في شيء متصل. والله في طريق هناك بعد. لحظة كيف اقدر افتح الماب؟ او نايس في سلو موشن. لحظة يعني مثلا اسرع واضغط سلو موشن وهي واو. او نو سلو موشن رهيب، حركة حلوة عجبتني السلو موشن. الحين لازم اطلع من الجهة يمكن من ورا صدقوا، لان من قدام ما عرفت اركب يا شباب. شباب احس زي اللي كانها وشو صارت الحرب العالمية الثالثة، كله زي الاوساخ وحطام. واو اللقطة دي غريبة، كان صحيح مكان حرب. هذا أبوه هي بنته. والله المشهد حلو. دقيقة 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 دقيقة، أنا مستغرب اللعبة شباب تدرك كم تقييمها. في مشاهد حلوة يعني بصراحة. والله شباب هذا بيكون الثامنيل يا شباب. هذا يأشر هنا، خلينا نشوف. نعم ما في طريق هنا، ما في طريق يأشر على وين. أيوة من دي الجهة شباب، من دي الجهة أركب من وراء. أوكي نط هنا يوسف. ايوه ادوها الطريق، ادوها الطريق. لحظه بخليها سلو ووك. ايوه لازم اتمشى. لا احس باجي بالعيد شباب. نحن نصعد الى القمه. ما اخذ الخوذه وياي حق الفضاء لان خلاص انا بركب الفضاء. المفروض على الاقل شباب يعطونا النسبه ان كم انا ارتفعت، كم ارتفاعي. ما في ارقام شيء. اتمنى يعني انه يكون بعد شوي تتكلم هذه الحجيه وتقول ان انت في ارتفاع كذا. والله خايف خايف شباب اني اسرع واطيح. هي ايش هذا؟ حلاق؟ موسيقى حلاق شباب. اوكي sometimes it's hard to choose the right path but don't be afraid you can always repeat we learn from our mistakes. لا والله ما ابي اسوي ريبيت، انا ما ابي اطيح معلش. بس شكلها لازم لحظه شباب قربنا قربنا
ان احنا نركب القطار هذا. يوسف تمشى حلو. لا لا تطيح لو سمحت. ايوه نحن نصعد الى القمة يا شباب. نايس. طريقة التسلق قريبة ترى. ووو من هذي اللي بتفلت روحها شباب. والله ودي اروح اطالع فيش بس اخاف اني انكب واطيح. واقفة على رجول واحدة على الحفة. جريئة هالبنت. يلا يلا الى الفضاء. والله ما بسرع. يلا بسرع بسرع شوي. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. والله الشوي سهل. تينا بس راقبي بس. Watch بس. راقبيني. Oh my god. Well. خوف. لا لحظة ده الطريق صعب. لا 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 ده طريق صعب ده. طريق ولا بريال. أتوقع. أيوة أسلك هذا الطريق. ولشوف المسافة اللي ركبت فيها أنا شباب. والله مسافة طويلة تعتبر. وتاني في البدايات. وانا اروح. لا المفروض اروح دي الجهة. سيدة. اتوقع اقدر اركب مني. اتوقع اقدر. ننزل. وي خوف كيف اتوازن انا. اوكي نايس. Let's go. بالهداوة. والله يخوف. الكاميرا صعبة شباب. ما اعرف. الكاميرا. ليش الكاميرا مايلة. ايوه كده مستقيمة. فجأة احسها تصير مايلة. لا بطيح انا. بطيح انا. خايف. مع الشورت ده رابس لي اقصر شورت في الحياة. شباب الكاميرا مايلة ما ادري كيف امشي. لحظة. انا ما ابغى الميلان ده مزعج. مكتوب هنا كاميرا سي. اوكي. ابي اوزن الكاميرا معلش. لا وش استفدنا ميلان بعد. شباب مفروض سنتر. مفروض سنتر مو كدي عشان اعرف هل انا مستقيم او لا. كاميرا سنتر. ايوه هديها كاميرا سنتر. لا لا يفهم يفهم اللي سوى اللعبة يفهم شباب. ايوه هذه السنتر. ايه حين اعرف امشي انا. لا لا يفهم يفهم اللي سوى اللعبة شباب يفهم. اعطوه 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 لايك يستاهل. والله شيبة 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 بسم الله. يوسف ترى انت في البدايات لحين ما شفت شيء. البدايات دائما تكون صعبة يا شباب. فانا متأكد انا في اصعب مرحلة. بعدين ان شاء الله بعد ما نخلص من البيبات هذه المصادية نجدين. يلا امشي يوسف. اوكي. لا اي لو سمحت. لحظة وين الطريق؟ المفروض اروح هنا. شكلها فيها جمب. البيب هذا ما يوصل لي. البيب هذا وين يوديني؟ شوف هذا البيب وين يوديني؟ هنا؟ لا المفروض اروح هناك. شكلها فيها قفز. طريق مسدود احسه بس يلا بروح. ممكن تصير مستقيم؟ ايه صير مستقيم الله يرحم والديك. قاعد لي يطالع ذيك الجهة لويش؟ الساعة كم يا شباب؟ هذه الساعة كم؟ ساعة 8:30 باقي نص ساعة يا شباب على ما اجي 9. والله الخوف اني اكون في الطريق مسدود يا شباب. بس كأن طريقي عدل. اوكي طريقي عدل. روح يا شباب روح. بسم الله بسم الله. كأنك واحد عمره 5 سنوات مو عارف ينط درج. والله شباب ما يهمكم سبيد ران انا محترف سبيد ران سبيد ران. نايس. لا شكلها فيها جنب يا شباب. دقيقة خلينا نشوف الفيو. اوكي قربنا قربنا للفضاء يا شباب. انا جاهز انا جاهز. هذا وجهش. قطعت مسافة طويلة ترى. بس المشكلة الدراكسون. الدراكسون حق حق الشخصية شوية مصدي. اوكي اوكي انا خايف انا خايف يا شباب. شكلها فيها جنب. نو شباب لازم انط. اوكي لازم اسرع الحين وانط. افعل الركيض. اوه لو انزل من لو اروح من نهني احسن. لا بس ما اقدر. يوسف انت على الحفة ارجع. هل انه يقدر يد غريويس مثلا؟ اباد غريويس. ايوه باشوف بس هني. لحظة المفروض ما اسرع.
ادوها الطريق، ادوها الطريق، اركب انا اروح مني. ايه ادوها الطريق، لا يوسف طريقك صح، انزل وبعدين نروح مني وبعدين مني. امورك طيبه يوسف، انت بس اصبر لا تستعجل، الجنب خلي بعدين. احس هني ممنوع انك تقفز اصلا، خطير. I can't do this. شفت كيف مشكلة شباب نزلتها دي؟ ما دي هي بنت نزلتها تخوف. أيوة لا أنا توهقت شباب، في طريق هني بس صعوب زي الحلزون تركب. أخاف أنط وأنكب لأن ما أدري كيف وزنة القفز. أصعب حاجة الحين عندي أنا هي موضوع القفز، خايف. بس والله أول ما أنط على طول بضغط مسافة. يلا بسم الله بسم الله، 1 2 3 ووو يس الحمد لله شباب، أول قفزة أنجح فيها. لا لا تسرع، مشي 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 مشي، ترك السرعة يوسف، انتهى بابك بابك. ها 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 عطى. ايوه نايس، الحين وصلنا وصلنا شباب، خلصنا موضوع البيبات، قربنا نخلص من هالخمقة ده. ما كان صعوب والله العظيم، لازم تعرفوا ان البدايات دائما تكون صعبة، انا متأكد هذه اصعب مرحلة، بعدين كل شيء بيكون سهل ان شاء الله. دعواتكم دعواتكم هم. احس الكاميرا المفروض تكون قريبة لان ما ادري والله. يوسف لا تحجج، كن قوي، انت تستطيع. عمركم شفت واحد يمشي بهالطريقة؟ يا اخي الا تفوز بلعبه، I don't care انا والله. تخيل خطوة واحدة بالغلط ما تشوف الا يزلق، مشكلة. اذا زلق خلاص مع السلامة. لا 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 لا، صدقوا حلاوتها وشو ان في عصافير يجوا جنبي ويطيحوا شباب. هذا جابوه كذا يمشي، هو كذا يمشي، احنا وش نسوي بعد؟ الصبر زين، الصبر مفتاح الفرج. احس الخوذة دي بتخرب علي الخوذة. لحظة اقدر اركب فوق هنا؟ لا 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 يوسف يمكن ينكب كذا الباب. شفت كيف شباب الباب ذكريه قاعد يدزني شوي. يا كاميرا يا كاميرا ما اشوف كل من هالبيب، لازم اشوف رجايله وين واقفه. ما انا قادر اكون جريء واني اتحرك بشكل طبيعي. خايف، خلك خايف يوسف ولا تخسر، خلي الجرأة بعدين. يس وصلنا وصلنا كده اوكي. There's something strange going on with this world, though there has always been something wrong with it. Really? Everyone gone to, the stability has been shaken. Maybe this is a chance for me. اها شكرا على الحكمة. اوكي. هي هي شفت كيف شباب؟ يميل لحاله. لا ما بطيح. ارجع. ارجع. لحاله. لحاله. ايوه ايوه كريستيانو رولاندو بشوت. ايوه. شباب ما انا قادر استوعب موضوع انه Let's go. شفت كيف نزلتها؟ تخوف ذي النزلة، تخوف مرة. في سرير هنا طبعا، أنا شفت هذا السرير يقفز يطير، نط عليه. لا لا والله ما أنا قافز إلا بعدين. ما تسوى عليك يوسف تقفز وتالي تجيب العيد. لحظة في طريق هنا؟ لا قطار شباب، أنا قاعد أمشي على قطار. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. أبوها كان يشتغل هنا 60 سنة بعدين مات. وأنا أبوش يعني جاي تشوفوا أبوش يعني. والأخيرا شباب مرحلة جديدة. الحين وش نسوي؟
خلاص الحين سهالات، الحين سهالات يوسف تنشور. الله ابي اسرع. ويهو ويها، واخيرا حريه. شباب مثل ما قلت لكم ان اللعبه ما اقدر اخزن، بس هل لو انا طفيتها تصير نفس فكره وات؟ اوكي اوكي يا سلام سلم. وايش رايكم بالمرحله اللي انا وصلت لها يا شباب؟ الله مكان جميل. او ماي جاد او ماي جاد. لسه وانا اروح الحين؟ اتوقع في اختصار مكان اروح له يعطيني اختصار. اتوقع هنا شباب. اوكي يس طريق هنا. واخيرا شباب صرت اركض الحمد لله. يوسف تطور صار يجري. اي اي عادي اجري دامنا. go quickly go with friends if you want to go far go alone. اوكي اذا تبغى توصل بسرعه روح يا اصدقائك، بس اذا تبغى توصل بعيد روح لحالك. الله والله حكمه حكمه. صعودي للقمه. لا ايه صعودي للقمه بليز. لا يطيح لا يطيح. اوكي نايس حلو حلو والله وصلنا مكان. From here you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty which is hard to get out of. يلا. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. بليز 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 بليز. اشوف لحظة احس في نكبة شباب، احس في نكبة. خليني اشوف الطريق. احس في نكبة احس في نكبة. ايه شو ما في نكبة. يوسف كمل كمل. والله اذا شفت طريق مسدود بنزل على طول على طول بنزل. احس في نكبة. ركز يوسف يا رب. ايوه طريق عدل نايس. احس في شي بيتحطم. والله خليك مستعد يوسف انك تهرب. او ماي جاد خليك مستعد يوسف انك تنزل. احساس بس عندي احساس اني ابخسر، ان القطار ده بيتحطم. اوكي حلو. والله ركبت واجد شباب. بدي اطالع بس اخاف في شيء يتحطم قدامي واموت. وصلنا وصلنا خير. اوكي نايس. اقول سكت سكت. في اللي يتكلم شباب، عمركم شفتوا في اللي يتكلم بشكل واضح؟ اللعبة شباب مرة جميلة، بس ما ادري ليش حطوا اشياء ناخذها. القطار بعد هو يمشي. بسرع بسرع. وال بغيت اطيح. نط يس. شباب ترى اللعبة نكبة، ها فيها نكبة. التحكم غريب والله. لا واو انا في وين شباب؟ لوس انجلوس الى الفضاء. الله لا اروح الفضاء انا. الحين يوسف سوي سبرنت وقفز. يس ودي اسرع اكون جريء، بس اخاف القفزه تكون غريبه. To get to the new one you first have to make a jump and get off the ground not knowing what the future holds. واو ليتس جو ويهو. لحظه المفروض ينزل تحت يوسف. ويهو نايس. نحن نصعد الى القمه يا شباب. لا 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 لا. وانا وصلت انا. اوكي يلا مو بعيد مو بعيد شباب مو بعيد. دقيقه باشوف انا السرير ده
اشوف السرير. لا ام قلت انا ما تصلح الجرأة يا يوسف، ما تصلح. ما في سبيد رن. واو اللقطة دي حلوة. في حاجة ريل لايف شباب، هذا ولد مع أبوه بيعطي سيارة، هذه هديته. نانان وان. واو يلعبوا كورة هني. أبي ألعب معكم تلعبوا معي. لحظة، لو أنا مثلا أتوقع في اختصار سحري، ما أدري ليش أحس إنه في سر. لو أرجع ورا هني، أطفال قاعدين يصوروا. واو هذول يأشروا على حاجة أحس. وين قلت أنا في مكان سري؟ وين بوديني؟ وين بوديني؟ روح. ايوه بعد 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 بعد. اوكي هذا اول مكان سري شباب نكتشفه، خوش مكان والله. على طول يدخلنا على موضوع البيبات شباب، في جليتش يا والله اللي اجيبها، والله اللي اسوي له جليتش. ده هنا في جليتش. بوم بوم يا Can you do this for me? تك تك. هنا شباب يقولوا في جليتش سحري، مجرد انك تسويه راح توصل للفضاء. تك تك. Come on do it. طبعا الجليتش شباب شوية صعب، بس الفكرة انك تضغط كنترول مرتين، دبل كنترول، واحد اثنين. اوه واو واو والله اللي اجيبها، والله اللي اسويها الجلتش ده. دقيقة لازم اشغل السلوموشن. زين فهمت انا الحين. اوكي سلوموشن، اول شي نضغط على زر الفأرة الايمن على السلوموشن، بعدين دبل تاب كنترول، واحد اثنين، بعدين سبيس. ما استوت. ووهو يا مي راضية يا اخي. فوق فوق. ايوه كأنها بتستوي. ايوه والله مو راضية، كيف يسووها؟ واو واو، بس المشكلة مو راضي يروح مستقيم. ول 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 ول. ايوه ايوه وين راح؟ وين راح حظي؟ اخر محاولة يا شباب، اذا ما استوي ببيعها، ببيع اللعبة. وقاعد كل شوي يروح نفس المكان. يسخر ذا الجلتش ذا يسخر. ياه سويتها سويتها يا شباب. Let's go! Let's go! وصلت! وصلت! اوكي! يا شباب اختصرت الطريق! والله ان هذا احلى جلتش في الحياة! Sometimes it's hard to choose the right path. اي sometimes اختصرت مسافة انا الحين، مش مدري ايش تين عبقرينه هنا. والله اللي اسرع الحين نانان. ونط بعد، ها شوف الجرأة، جريء انا. If you want to go quickly go with friends, if you want to go far go alone. لا بروح فار انا. ابي فار.
فار ولا سنجاب؟ شباب ما لبست الخودة، شكلي بموت اذا وصلت الفضاء، بموت شباب. شوفوا وجه الحين، انت صبيله ولد، انت لو بنت صبيله ولد، انت صبيله وبنت. لا وش يا لعبة يا غريبة. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الان تتأكد انكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع وتكتب تعليق وتنشر المقطع طبعا لاصحابك، ومع السلامة. ان شاء الله في الحلقة الجاية نبدأ من هذه النقطة.